يقول حفظكم الله: علي يوم من رمضان وأردت قضاءه، فنويت من الليل ثم غيرت النية آخر الليل بعدم الصيام، فهل يجوز لذلك؟ اي نعم، لا بأس ما دام ما صمت ولا شرعت في الصيام، يجوز لك انك تعدل عن صيام بكره، صار لك عزيمه، صار لك ذا عذر، يخالف. نعم، قبل السحر ما في مانع. نعم.